شنو علاقتك برضوان الفالحي؟ علاقة طيبة، سلام سلام كي نقابلك. وصلك اللي هو قال عليك كلام مش باهي؟ هاي غضتني على الاخر. شنو قال عليك؟ في ماشي تكلم النجمة لبنان. ماشي لبنان، برطون راني على فكرة راني انا الجوار ذوكم راني نحبهم برش، كيما رضوان، كيما سيف غزير، كيما خالد بدر. علاش؟ طلع علاش؟ خاطرهم رزان، حتى في كلامهم رزان. نحكي لك في الجوار اللي باش نسميهم لك يا اخي، انت قصيتي من خالد بدر. فهمتني؟ نحبهم خاطرهم رزان اول حاجة، ثاني حاجة متربين، ثالث حاجة اما تغيظك من هذوكم، اكل ياكل خماج ما تغيظكش منهم. حاجك سامحني في الكلمة. كان جاي واحد خامش قال عليك. شنو قال عليك؟ هو قال كوارجي اما راهو فاسد وماركة منا. احكي لهم حكايات معناها. هما عاودوا لك بلاك شي غلط ولا؟ لا عندي اللي انا ما صدقش الا بالواحد، فهمت؟ بعد لبنان كلموك ظهرلي مستير وشابه وكنت قريب منهم برشا، ظهرلي علاش اخترت باجه؟ بعد لبنان تطاوين تطاوين والله ديفي هذاك اخترته انا، اخترت ديفي صعيب فهمتني؟ ومستير وقتها والشاب يحبوا على عام ونص فهمتني؟ وانا من زي وقتها نحب نصح على 6 شهور فهمت؟ كاو اخترت ديفي الحمد لله يا ربي، منعنا قبل بزوج جولات الحمد لله يا ربي. واليوم الاولمبي البيجي في وضعيه شنية؟ تنجم تمنعوها ان شاء الله؟ اليوم لازم بالطبيعه، انت كي تشوف الماتش تشوف اولمبي البيجي سنه معناها حاجه نجم نقولوا فوق المتوسط. هو كرويين جمعية تكون يعني قلت لك ريت نحن الجمعية عنا دي جون، عنا الكبار وعنا المتوسطين فهمتني؟ النتائج مش ماشية مع الأداء غير برك النتائج، نحن نعملوا أداء كبير هذاك عليه راه جمهور باش ما يقلقنيش حتى باللي زونترمون ولا في حكاية ما يقلقنيش فهمتني؟ خاطر المدربين أثر شوية بالطبيعة يأثر يعني أنا انت كي تشوف باركور تاع سي شاكر مش خايب. صحيح غلطه تو تنحيد وانا في حالنا حسب رايي. خاطر ما نعرفش فهمتني وسبب راهم لاو الرئيس ولاو حتى شيء، ما نعرفش كيفاش نحى، يمكن هو استقال اما حتى سي خالد راهو اونترنور باهي. رغم اللي علاقتك به ما كانتش باهي. فين في باجا؟ خالد بن يحيى. كرويا تحكي ولا شنو؟ نحكي كل شيء. اي اعطيني كل شيء كرويا. آه. كروي نلعب عنده جوي بيه وانساني فيش نختلف معاه انا مراني ما عندي حتى نختلف معاه مثال في 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 حاجات هو يمكن كيكه راه هو طريقه التعامل نتاعو طريقه التعامل نتاعو صعيبه ياسر مش بتاع تونس نتاع اوروبا الكلام اللي تقال عليه يتعامل باستعلاء مع الملاعبيه هذا صحيح ولا اش معنى استعلاء يتعامل من فوق مع الملاعبيه يشوف في روحه هو يعني شقلت خالد بن يحيى الملاعب الكبير هي خليها ملاعب كبير اي متفاهمين مازال عايش في الثوب هذاك يشوف في روحه هاني ليش قلت لك هذا صحيح معناها ريت سيستي لي زونترونور كيما خالد بن يحيى تاع اوروب فهمتني مش نتاع خاطر نحن التوانسه رانا حساس باللي ما يكبر فينا حد من الاخر فهمتني انت كي هو يتعامل مع جوار صغار فهمتني من فوق شنو صار معاه مولا معي انا انا فما ماتش خرجني في دقيقة 80 ونلعب مرجلين وجوي بيه فهمتني هذيك اللي معناها حكيت معاه فهمتني ما عجبتوش كيفاش حكيت معاه ليه جمهور سبوا كيف خرجني انا ما دخلني شيء يقال انك انت نحيته من باش هو ما يقولوا يقال اي صحيح ولا والله ليه شنو هو كان هو قال الحكايه ذي نحكي البينالتي اللي نتاع بيسون باش نفسر لك حكايتها نفسر لك جاك بيسون ماشي كيب ناسيونال اي لا 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 اللي يلعب معاه كيب ناسيونال يلعب في فرنسا ماركي 8 بونت وجاك ماركي 4 فهمتني قال لي جاك في وسط الجمع قال لي مراد كي يمشي تجيب بينالتي راني باش نجو تاني انت حط روحك في بلاصتي اي تحط روحك في بلاصتي اش تقول؟ قلت له مثال شو؟ اش تقول له انت في بلاصتي؟ قلت له هاك المدرب نقول له المدرب هو اللي يسيدي فوالا هي المدرب شبيه ما حطش البريمير بينالتي اه مش حاطط هو مش حاطط واضح كان جاي حاط حاطكم متفاهمين صحيح كان جاي حاط مرد الهدلي الاول جاك الثاني نهز الكوره نتحمل المسؤوليه اما يجي كونترول ما يحطش كون يشوف بينالتي قلت له باهي اش تقول له هو مسكين ماشي كيف ناسيونال واحد اش تقول له ليه؟ قلت له نورمال جاك تفضل هذي مش ما حبي معني انا نعرف جاك اللي هو باش يضيعها معني انا باهي اما كاونترونور غول هو كاونترونور غول
يعمل لك بلوك بي، يعمل لك اربعه التالي ساعه باهين. اما ان شاء الله اخويا نقصنا متعالي وكذا.